لقد كانت مباراة مذهلة، وكان فوزاً مستحقاً بالتأكيد. ها؟ ما هذا؟ ما أجمل الاستحمام وسط الفقاعات؟ للي تستحم. سأعود لاحقاً للاستحمام، فقد تستغرق وقتاً طويلاً. كان ذلك مخيفاً. أتذكر الآن سبب عدم حبي للاستحمام في الحوض. كيفن، ما الذي تفعله كل هذه الأغراض هنا؟ هل سيمانع إن استعرت هذه؟ ضع شريطا لاصقا بوجهين على ظهر وسادة الرقبة. انزع اللصقة وألصق الوسادة على جانب حوض الاستحمام حيث تضع رأسك، ثم استرخي واستمتع بحمامك. لا أحد سيغرق هنا اليوم. بعد أخذ حمام ساخن، تشعر براحة كبيرة عند ارتداء المنشفة. المعذرة؟ من حسن حظي أنه لم يرني أي أحد. سأحاول ارتداءها مرة أخرى. صباح الخير يا باكي. المعذرة، هذا أشبه بكابوس حقيقي. ما هذه الأشياء؟ فالكرو؟ من المؤكد أنه سيساعدني. لتجنب سقوط المنشفة المحرز، ضع بعض الغراء في زاوية المنشفة، ثم ألصق قطعة فالكرو عليه. والآن كرر نفس الشيء على بعد بضع بوصات، وألصق قطعة الفالكرو الأخرى. والآن يمكنك التأكد من أن المنشفة لن تسقط. وبشكل طارئ، الآن وبعد الرد على الإيميلات، حان الوقت للتعامل مع بعض الأعمال الأخرى. ها؟ أين مناديل المرحاض؟ ها؟ الآن ماذا أفعل؟ أها، لكن لماذا مكانها بعيد جداً؟ هيا، كدت أن أصل. لا أستطيع الوصول إليها. لحظة، أنا متأكد أن هؤلاء الصغار يمكنهم مساعدتي. أي واحد أختار؟ تاك، أنت المختار، وأنت على وشك إنقاذ يومي يا صديقي العزيز. كدت أن تصل ووصلت. لحظة، ألهمني هذا بفكرة أفضل. إن كنت تمتلك ديناصور لعبة، فلماذا لا تحوله إلى صديقي حمام جديد؟ باستخدام مسدس صمغ ساخن، ألصق الصمغ على باطن أقدام الديناصور. نعم، كل الأقدام الأربعة. الآن قبل أن يجف الصمغ، ألصق الديناصور على حائط حمامك مباشرة. وهكذا أصبح لديك حامل مناديل مرحاض جديد. الآن عندما يحين وقت أنت تعلم ما أعني، ستكون مناديل المرحاض جاهزة. استخدم المناديل يا كيفن. دعني أدخل أولاً، أرجوك يا كيفن. ردي هو لا. هيا يا صاح، أنا في حاجة ماسة. أوف، أوشكت على الوصول. نسي أن ينزل المقعد الغبي. كيفن، كيفن، تعال إلى هنا. يجب أن تتذكر إعادة المقعد للأسفل. يمكن للقرد فعل ذلك، أترى؟ درامية للغاية، كما لو أنه لا يوجد لدي ما يكفي من القلق. لحظة، هذا اليويو يمكنه أداء المهمة. إن نظرت داخل المرحاض، يمكنك ربط خيط اليويو بهذا الجزء، ثم مرره أسفل المقعد والصقه حتى يبقى في مكانه. استمر في تمريره لأعلى المقعد والصقه على طول الطريق. عندما تسحب السيفون، سيعود المقعد للأسفل. مثل السحر يا عزيزي. سأبدأ يومي مع بعض الرغوة. سأحتاج لهذا الصابون. رائحة هذا الصابون الجديد منعشة. أين يمكنني وضعه؟ هنا؟ أو لا؟
انتبهي لخطواتك يا بلا، إنها تسقط. هذا يحدث، من الأفضل أن أتحقق من الأمر. هل أنت بخير يا بلا؟ قد انزلقت بسبب الصابون. ساعديني، أكره هذا الموقف، لكن ربما أستطيع مساعدتك. بمسدس الصمغ الساخن يمكنك صنع حامل للصابون على سطح حوض الاستحمام. استخدم صمغاً لامعاً إن أردت. عندما تنتهي من صنع شكل مربع، أضف نتوءات صغيرة كهذا، وحالما يجف الصمغ ضع الصابون عليه. على الرحب وسع. هذا رائع يا فيكي، شكراً. الآن يمكنك الغناء من أعماق قلبك، لكن ربما بدون رقص. سأضعك هنا. مرآتي يا مرآتي على الحائط، من الأجمل بين الكل؟ حسناً آمي، لقد فهمنا أن مكياجك يبدو مذهلاً اليوم. مقرف، على عكس مكياج آمي لا يبدو شعرها لطيفاً جداً هذه الأيام. أو يحتاج شعري بالتأكيد لبعض الشامبو. حسناً، أظن أن لدي بعض الوقت لغسله بسرعة قبل الحفلة بساعة. هيا اغسليه جيداً حقاً، تحتاج الجذور فعلاً لتنظيف جيد. أو لا، يبدو أن الماسكارا لم تصمد أبداً. مقرف، أبدو كأني جئت للتو من فيلم رعب. لا داعي للبكاء آمي، لنرجع بعض الخطوات للوراء. حسناً، في المرة القادمة التي تضعين فيها مكياج العيون ويكون عليك الاستحمام، ضعي النظارات الواقية. بهذه الطريقة لن تتلامس عيناك مع الماء. تبدين جميلة يا فتاة، ما عليك سوى سحب شعرك من الربطة وغسله كالمعتاد. أوه ها، يبدو أن الأشياء أصبحت مشبعة بالبخار هنا. أترين، لا يوجد أي ماء بالقرب من عينيها، وبمجرد الانتهاء من غسل شعرك اخلعي النظارات. هل ترون؟ مكياجها كما هو. الآن كل ما علي فعله تجفيف شعري لأكون جاهزة للحفلة. هيا ارتدي ملابسك، ستتأخرين. حسناً، حان وقت الجد والدراسة لاختبار الأسبوع القادم. 20 دقيقة؟ أوف، لقد نسيت تماماً موعدي مع صوفيا. الخطوة رقم 1، الاستحمام. أنت لا تختلس النظر. لماذا لا يتدفق الماء؟ انظر إلى كل تلك الترسبات المعدنية، مقززة. الآن ما الذي يمكنني فعله؟ لحظة، ألم تتحدث الآنسة نحلة عن استخدام الخل كمادة تنظيف في محاضرة الكيمياء الأسبوع الماضي؟ نعم، لقد سكبت بعض الخل في دورق يحتوي على مادة وظهرت بعض الفقاعات. هل من الممكن أن يعمل اليوم؟ للتخلص من ترسبات الكالسيوم اليابسة على رأس الدش أو الصنبور، ما عليك سوى ملء كيس بلاستيكي بخل وتثبيته برباط مطاطي. أترى؟ إنه يعمل بالفعل. بعد 5 دقائق فقط سيبدو رأس الدش كما لو أنه جديد. يلا الروعة. لا شيء يضاهي الحمام الساخن، ألست محقة؟ لكن لا تنسي نفسك، فلديك موعد، أتذكرين؟ كل البنات يعرفن ما يحدث كل مرة عند الاستحمام. لا، ليس حيوانا صغيرا، إنه شعر متساقط. مقرف. مكبس البالوعة؟ هل أنت متأكدة لانا؟ لا، متأكدة أن هذا ليس ما نوت لانا إخراجه. كيف وصل هذا الشيء إلى هنا؟ تبحثين عن هذا؟ أوبس، كان هذا حادثاً. لحظة، فكرت في شيء للتو. لهذه الحيلة ستحتاجين للشاليمو ومقص. افردي الشاليمو، قصي فتحات قطرية في النهاية واستمري في ذلك. كوني صبورة، قد تحتاج لدقيقة. ترين، إنها مرنة أكثر. ضعي هذا في البالوعة وشديه للخارج وهو يحمل الشعر. هل هناك من يحتاج بعض الشعر؟ البالوعة نظيفة، بالوعة سعيدة.